ده بعتقد انا سمعته من البنات كتير قوي، بعتقد البنات كتير قوي اللي عندهم حب الشباب انه علاجه بختك يا ابو بخيت، ممكن جدا تنفعش في علاجه وممكن تفشل، وفي الغالب علاجه بيكونش ناجح كتير. ده عند في دماغهم، في دماغهم اهو الكلام ده، ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ طبعا اكيد اسود طبعا. اسود طبعا. هقول لك ليه حب الشباب ده مرض، المرض ده زي ما ليه مسببات وليه اعراض وليه علاج. اهم حاجه يعني اي بنت بتيجي في العياده بتقول لنا عايزين نعالج حب الشباب، بنقول لها بصي يا بنتي انت عندك حاجه اسمها الاكتف اكني اللي هي الحبوب لسه جديده ونشطه، وفي حاجات اسمها البوست اكني سكور، يعني في اثار بنعالجها وفي حبوب لسه جديده ولسه هتطلع لازم نعالجها الاول قبل ما نعالج الاثار. فبتيجي هي بتقول لي اصل انا رحت وعملت ليزر وعملت تقشير ورجعت هديت ورجعت. الكلام الصحي، الكلام الصحي ان انا لازم اتعامل الاول مع المرض واعالجه تماما، وفي ادويه معينه بتتاخد بتنطر الحبوب كلها اللي موجوده في الجلد. لما تنطر خالص والجلد يبقى هادي جدا ساعتها غالبا مش هنلاقي اثار، لان هو هيبقى اتعالج صح. ولو في اثار موجوده كندبات او هايبر بيجمنتيشن غمقان، ده ساعتها بنتدخل بيه الحلول النهائيه اللي هو العلاج بالليزر او التقشير بالليزر. لكن هي لو عالجت غلط اكيد هيخف ويرجع ويخف ويرجع.